السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذبابة عند الله أفضل من الكافر، وتدل على الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى من وجوه. الوجه الأول أنه من جملة من يسبح الله تعالى، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو يسبح الله بحاله ولا يعصيه بعلمه إطلاقا. وأما الكافر فهو وإن كان يسبح الله تعالى بدلائل خلقته، بدلائل خلقته، إيده، رجله، رأسه، شعره، أي حاجة فيه بتسبح، لكنه ينكره بلسانه ويعصيه بأعماله. فكان الذباب مع غاية حقارته خيرا من الكافر. الوجه الثاني أنه تعالى جعل الذباب حجة على بطلان مذهب من يعبدون غير الله، لا إله إلا الله. قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فمعبوداتكم لا تقدر على خلق الذباب ولا على ذبهم على أنفسهم ولا على استرجاع ما سلبه الذباب منهم. من كان في الضعف والعجز هكذا فكيف يستحق أن يعبد؟ الوجه الثالث أن الذباب يدل على طهارة الصحابة. روي أن المنافقين لما طعنوا في السيدة عائشة رضي الله عنها ونسبوا إليها الفاحشة، حصل الغم العظيم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما قولك في هذه الواقعة؟ فقال: يا رسول الله، إني قاطع بكذب من قال على عائشة القول هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وما الدليل عليه عمر؟ فقال عمر: الدليل أن الله عصمك من وقوع الذباب على جسدك، أن الله عصمك من وقوع الذباب على جسدك. ليه؟ فلما تفكرت علمت أن السبب أنها تجلس على النجاسات الذباب فتلطخ أرجلها، فالله تعالى عصم جلدك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام عن ذلك القذر من القذرات، فكيف لا يعصمك عن كل ما يكون ملطخا بالفواحش والسيئات؟ فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، الله استحسن قول سيدنا عمر بن الخطاب. الصحبة الصالحة بتريح القلوب. سبحان الله، كلما يكون متلطخا بالفواحش والسيئات فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وطاب قلبه عند سماع ما قاله الرسول، ما قاله عمر. ثم أنزل الله تعالى الآيات الدالة على طهارتها وبراءتها عن الفواحش رضي الله عنها وأرضاها عائشة. والمقصود من رواية هذا الخبر أن الذباب وإن كانت ملطخة ملوثة إلى أنها دلت على براءة عائشة رضي الله عنها عن كل لوث، وهذا يقتضي كون الذباب أشرف
وأعلى وأرفع درجة من أولئك المنافقين. فصارت الذبابة دل على قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته، ودل على أنها أفضل من الكافر. الوجه الرابع أنه تعالى أظهر بخلق الذبابة عجز الجبابرة. حكي عن سعيد بن جبير، وأنتم تعلمون سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه توارى عن الحجاج بن يوسف، كان بيبعد عنه لأنه عارف أنه كيد له، أنه نفسه يؤذيه، فكان يتوارى عنه. فحكي عن سعيد بن جبير أنه توارى عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان مع ذلك لا يترك الجماعة، فقال له ألولو يا سعيد، إياك والخروج من الدار، فإن عليك من الحجاج عيونا. فقال كيف أتخلف عن الجماعة والمؤذن ينادي بحي على الصلاة؟ ثم أخذه أعوان الحجاج حين خرج إلى المسجد وأتوا به إليه، وقال الحجاج يا ابن جبير، ما الحكمة في خلق الذباب؟ فقال السعيد بن جبير رضي الله عنه يا رب وتجمعنا به الجنة، خلق الله الذباب ليذل الجبابرة أمثالك، وذلك لأنه يقع على النجاسات ثم يقع على وجوه الجبابرة. وكان الحجاج ينكر لسعيد. يقع على وجوه الجبابرة فيظهر بذلك ذلهم، حيث عجزوا عن دفع أضعف المخلوقات وأحقرها عن أنفسهم. وإليكم قصة سعيد بن جبير مع الحجاج. حينما قبض على سعيد بن جبير الحجاج، قال الحجاج لسعيد ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال الحجاج لا، أنت الشقي بن كثير. بدل اسم سعيد بن جبير بشقي بن كثير. قال سعيد أبي كان أعلم باسمي منك. قال الحجاج شقيت وشقي أبوك. رد عليه سعيد الغيب يعلمه الله. قال الحجاج لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال سعيد لو علمت أنك كذلك لاتخذتك إلها. قال الحجاج ما رأيك في علي بن أبي طالب، أهو في الجنة أو في النار؟ قال سعيد لو دخلتها وعلمت من فيها لعرفت أهلها، ولكني ما زلت في دار الفناء. قال الحجاج ما رأيك في الخلفاء؟ قال سعيد لست عليهم بوكيل. رد الحجاج أيهما أحب إليك؟ قال سعيد أرضاهم لخالقي. قال الحجاج فأيهم أرضاهم لله؟ قال سعيد علم ذلك عند من يعلم سرهم ونجواهم. رد الحجاج لماذا لا تضحك كما نضحك؟ قال سعيد وكيف يضحك مخلوق خلق من الطين والطين تأكله النار؟
كيف يضحك مخلوق خلق من الطين والطين تأكله النار. رد الحجاج: ولكننا نضحك. قال تعين: لأن القلوب لم تستوي. رد الحجاج: اختر لنفسك قتلة أقتلك بها. قال سعيد: اختار أنت يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قد خلق الله مثلها في الآخرة. قال الحجاج: أتحب أن أعفو عنك؟ قال سعيد: إن كان العفو فمن الله. نادى الحجاج على جنده: اذهبوا به فاقتلوه. فضحك سعيد وهو يتأهب للخروج مع جند الحجاج، فقال الحجاج: لماذا تضحك؟ قال سعيد: لأني عجبت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. رد الحجاج بعنف: اقتلوه. سعيد: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الحجاج: وجه وجهه إلى غير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فسم وجه الله. قال الحجاج: كبوه على وجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج: اذبحوا. سعيد: أما أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: خذها مني يا عدو الله حتى نتلاقى يوم الحساب. اللهم اقسم أجله ولا تسلطه على أحد يقتله من بعدي. خذها مني يا عدو الله حتى نتلاقى يوم الحساب. اللهم اقسم أجله ولا تسلطه على أحد يقتله من بعدي. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. قتل سعيد بن جبير في 11 رمضان سنة 95 هجرية الموافق 714 ميلادية، وله من العمر 59 سنة. واستجاب الله لدعوته وأصيب الحجاج في آخر عمره بما يظهر أنه سرطان المعدة، وتوفى بمدينة وسط في العاشر الأخير من رمضان في نفس العام الذي قتل فيه سعيد بن جبير. وكان يقول: مالي بسعيد، مالي بسعيد، مالي بسعيد بن جبير. نكمل كلامنا عن الذبابة. أنه تعالى أظهر بخلق الذبابة قبائح الكفار وفضائح الفساق والفجار. أما قبائح الكفار فلأنه إذا وضعت قطعة من المرقة الحارة بادرت الذبابة إليه، والإنسان يبعدها عن تلك المرقة الحارة بشتى الطرق، ثم إنها تلقي بأنفسها في تلك المرقة وتموت فيها، وهذا يشبه طريقة الكفار. ف
فإن الأنبياء عليهم السلام يبعدونهم عن النار بأقصى ما يقدرون، ثم إنهم يلقون أنفسهم في نار جهنم. ألا أن عاقبة الذباب أحسن من عاقبة الكفار، لأن الذباب إذا ماتت تخلصت من الآلام، والكفار إذا ماتوا بقى في العذاب أبد الآبدين. قال الله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا. وأما فضائح الفساق فلأن الذبابة حقارة عظيمة، ولا تميز بين الطيب والخبيث، فطارة تقع على السكر، وطارة تقع على القاذورات. وكذا الفاسق قد وضعت له مائدة الجنة، وأعدت له جميع النعم الطيبة، فهو طارة يقدم على تلك النعم الطيبة وهي الطاعات والعبادات، وطارة يجلس على مائدة المعاصي والمنكرات وهي من جنس القاذورات والنجاسات. فمن أراد أن يصون نفسه عن خساسة الذبابة وجب ألا يدور حول الخبائث والمنكرات. الحجاج ابن يوسف الثقفي، أقول لكم ماذا قال عنه أهل العراق والشام. كانت العلاقة بين الحجاج وأهل العراق هي من أكثر العلاقات تعقيدا وطرافة، ومن أكثرها ترويعا في التاريخ الإسلامي. فالحجاج ولي على العراق كارها لأهلها، وهم له كارهون، واستمرت العلاقة بينهما بالإجبار. كان الحجاج دائما السب لأهل العراق في خطبه، فكثيرة هي خطبه التي يذكر فيها أهل العراق بشكل سيء، والتي يرى فيها العراقيون إساءة إلى هذا اليوم. فدائما كان يذكرهم: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إلى آخر خطبه، والتي يمعن فيها في ذكر صفاتهم: فإنكم قد أضجعتم في مراقد الضلالة، وغير ذلك من الخطب الكثيرة فيهم كراهة منه لهم. ومع ذلك إنه لما أراد الحج استخلف ابنه محمد عليهم وخطب فيهم، أنه أوصى ولده بهم بغير وصية الرسول في الأنصار أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فقد أوصاه ألا يقبل من محسنهم شيء ويتجاوز عن مسيئهم، فقد أوصاه بهذا. أعلم أنكم تقولون مقالة لا يمنعكم من إظهارها إلا خوفكم لي. لو أنتم بتتكلموا كويس فأنت عشان خايفين مني. لا أحسن الله لك الصحابة وأرد عليكم، لا أحسن الله عليكم الخلافة. إنهم شمتوا به يوم فجع بولده محمد وأخيه محمد في نفس اليوم. مات ابنه وأخوه، فخطب فيهم متوعدا إياهم، ومع ذلك أنه مرض فشاع بين الناس موته، ولكنه مرض حزنا عليهم، غير أنه قام من مرضه ليخطب فيهم خطبة قال فيها: وهل أرجو الخير كله إلا بعد الموت؟ يعني هو شايف أنه بعد الموت هيبقى فيه خير. أما أهل الشام فكانوا أكثر الناس محبة للحجاج، وأكثرهم نصرة له وبكاء عليه بعد موته،
وقيل أنهم كانوا يقفون على قبره فيقولون رحمة الله أبا محمد، وكان الحجاج محبا لهم دائما الإشادة بخصالهم بأهل الشام والرفع من مكانتهم، وكان كثير الاستنصار بهم ومعظم جيشه كان من أهل الشام وكان رفيقا بهم. الحجاج عبرة لكل متجبر. تخبرنا السنن الإلهية أن الظلم مهما طال أمده واشتد، ومهما طال سواد ليله، ومهما زاد عدد الظالمين وأنواع جبروتهم وتسلطهم حتى سواد ليل الظلم، ومهما ملكوا من أدوات وسلطة ومنصب ودعم دنيوي على أشكال القهر والظلم والاستبداد، فإن فجر ونور العدل والنصر يأتي ولو بعد الحين. الله سبحانه وتعالى العدل الحكم يأخذ الظالم ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. نهاية الظالمين أليمة، ويراها المظلوم في الدنيا قبل يوم الحساب. سبحان الذي يقسم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على العصاة. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: اشتد غضبي على من ظلم، اشتد غضبي على من ظلم لأجل من لا يجد له ناصرا غيري. والله تعالى يغضب في حق خلقه بما لا يغضب في حق نفسه، فينتقم لعباده بما لا ينتقم لنفسه. في خاصة حقه أن الله عزيزا ذو انتقام، أصوات الحق لا تموت، تظل ترعب أصوات الباطل وتدمغهم، فإذا هم ظاهرون وتؤذرهم في مضاجعهم أزا حتى يأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. ولنا في سيرة الحجاج مع سعيد بن جبير أفضل مثال، الذي قتل 120,000 الحجاج، ومات في سجونه 50,000 رجل وثلاثون ألف امرأة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد، ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر في البرد وفي الشتاء. ومن أشهر ضحايا هذا الطاغية أكبر علماء الأرض الذي قلت لكم عنه، سعيد بن جبير، الذي دعا الله على الحجاج عند قتله فقال: اللهم لا تسلط هذا المجرم على أحد من بعدي. وتقبل الله منه هذا الدعاء وقصص القرآن وفي سير الأولين وغيرهم من سير الظالمين، وفي وقتنا الحالي القصص والعبر. ولا يعجز الله المنتقم في أي واد وأرض ومكان، يهلكون وبأي وسيلة تكون نهايتهم، بما يسلط الله عليهم أمام مرأى العالم ويخزيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعجل الله سبحانه عقوبة الظالم والباغي في الدنيا والآخرة، والعقاب في الدنيا قبل الآخرة، لبشاعة ما يرتكب من ظلم بالعباد. ما من ذنب أقدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره له في الآخرة من الباغي وقطيعة الرحم. دعوة المظلوم سهم لا يرد ولا يخطئ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لو كان المظلوم فاجرا فدعوته مستجابة، ففجوره على نفسه
فكيف بمن هم عباد الله وأولياؤه الصالحون الصادقون المقربون؟ نتساءل مع كل تلك القصص والعبر في تاريخنا ووقوفنا ووقتنا الراهن، وما ينقل من صور ومشاهد وانتقام الله سبحانه وتعالى. كيف ينام الظالم ومن مستمر في ظلمه؟ وما نوع إنسانيتهم؟ ما نوع إنسانيتهم؟ ما مادة ضميرهم؟ نعيش زمننا مغلوطا ومعكوسا بالقيم والمبادئ انعكست، ولا أقول فيهم إلا ما وصفهم الله فيهم. وأكبر انتقام هو أن ينزع عنهم صفة الشعور. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. آخر جرة قلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الملك بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فلا نحزن ونبتئس. الله المنتقم لعباده المظلومين. نقمة الله تأتي بسرعة، تأتي بغتة وتقتص من كل ظالم وكل من أعان وعان وعاون وكل من صمت على ظلم ولم ينطق بكلمة حق. رحم الله كل إنسان مظلوم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.